هاني حبيبي. معقولة حفيظة وجها لوجه كده؟ هما ليه سقفوا أول ما شافوني؟ بيحبوك يا أبو حفيظة؟ يعني ما فيهاش سخرية أو حاجة؟ إطلاقاً. أنت بتقول إيه؟ طب أشوف بيسقفوا في عروض الدولفين والحاجات دي، فقلت يمكن أول ما شافوني. لا دولفين إيه؟ دولفين إيه ده أنت؟ دي هدية غالية كده، بسيطة أقصد. إيه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله ما مقامك، بس ما كانش معايا غير 75 جنيه. اه فقررت ان انا اجيب لك حاجه كده. ايه؟ 75 جنيه ده كتير يعني. ده تغلى؟ تغلى على هاني؟ لا. طب نسمع تسقيفه. ميرسي يا ابو حفيظه، ميرسي، شكر قوي. ايه ده؟ ايه الشنطه دي كلها؟ ايه ده يا ابو حفيظه؟ انت كنت مهاجر ولا ايه؟ انا لسه جاي من المحل. والله؟ آه. ما شاء الله، كنت بتعمل إيه في المحلة؟ كنت بخلص ورق في سفارتنا هناك وبطمن على خط. والحمد لله تمام، خلصت. آه، وطمنت على خط الإنتاج بتاع المناديل المحلاوي اللي أنا بلبسها. آه. لأن لعلمك أنا ما كنتش أتأخر. آه. بس للأسف يعني ما كانش فيه حجز دايركت طيران لحد هنا، فنزلت طنطا. اه عملت ترانزيت، قعدت ترانزيت في طنطا. اه وبعدين جيت بقى على الخطوط الطنطاويه. والله انت منور الليله مع هاني. نورك يا حبيبي. تعالى اتفضل اتفضل. باي باي. لا لا ما لا 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 لسه لسه. تعالى اتفضل. والله تعبت نفسي. 75 جنيه؟ 75 جنيه وفاكهه. وبعدين دي ايه دي؟ دي قابله للكسر. اه اوعى يكون ليها علاقه بالكسر الجمهوري. لا يا انت يعني دي الهديه الوحيده. أوه. الهديه الوحيده اللي بعد ما تفتحها. أوه. ممكن تفتح بيها دماغ حد. لا استنى بقى استنى بقى، افتح بيها دماغ حد والكسر الجمهوري. انت داخل في الغني. راشق. انا راشق النهارده. داخل في الغني. راشق النهارده. ابو حفيظه ابو حفيظه. طب ايدك أبو حفيظة. معانا ايدك معانا يا راجل. اهو 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 اهو. يا سلام. طب نيجي يوم تاني؟ لا لا. يا منورني يا منور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ عشان الحسد، بس عشان الحسد. ايه ده ايه ده؟ تعالى.